إلى التفاصيل، ونبدأ بشأن الصينية، حيث تبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسائل التهنئة مع نظيره الألباني ألير ميتا يوم السبت بمناسبة الاحتفال بذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أشار شي جين بينغ في رسالته إلى أن الصداقة التقليدية الصينية الألبانية ظلت ثابتة خلال 70 عاما الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أنه يولي اهتماما بالغا لتنمية العلاقات الصينية الألبانية، معربا عن استعداد الصين للعمل مع ألبانيا لتعزيز البناء المشترك للحزام والطريق. ووصف شي ذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالفرصة لرفع العلاقة الثنائية إلى مستوى جديد وتعزيز المنفعة المتبادلة للشعبين. من جانبه أشاد ميتا في رسالته بالتقدم الإيجابي الذي حققته العلاقة الودية الألبانية الصينية على مدار 70 عاما لإقامة العلاقة الدبلوماسية، داعيا إلى بذل جهود مشتركة ليصبح عام 2019 العام الأوثق بين البلدين بالارتقاء بالتعاون والمنفعة المتبادلة بينهما إلى مستوى أعلى وتعزيز العلاقات بين الشعبين. من ناحية أخرى، تبادل رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشانغ رسالة تهنئة مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. قال لي كوتشانغ إن الجانب الصيني على استعداد للسعي المشترك مع الجانب الألباني لدفع العلاقة الصينية الألبانية والتعاون بين الصين والدول في أوروبا الوسطى والشرقية لتحقيق تنمية أكبر، باعتبار ذكرى 70 لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين نقطة انطلاق جديدة. من جانبه، أعرب راما عن شكره الخالص للتأييد والمساعدات التي قدمتها الصين لبلاده على مدار العقود الماضية، مؤكدا استعداد ألبانيا لدفع العلاقة الألبانية الصينية والتعاون والمنفعة المتبادلة بين البلدين.